السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله مع بعض بنكمل أسئلة كتاب الباهر. يلا نشوف مع بعض. النهاردة سنة خمسة هنحل مع بعض صفحة 120 و121. يلا نشوف السؤال الأول زي ما احنا بتعودين، بيقولي listen and write T يعني true or if false يعني خطأ. أمير and طارق are talking about birds. الإجابة false، غلط. أمير says that dugongs اللي هو الطوم البحر are also called sea cows، صح true. أمير sends a photo to Tamer، true. Dugong is an animal from Egypt، yes صح. طيب تعالوا نشوف يا ولاد التوصيل مع بعض، بيقول لي see you soon، see you soon، يبقى هنا عند one هنكتب see. طيب how are things، how are things، يبقى عند 2 هنكتب دي. just a quick note، ملاحظة سريعة، just a quick note، يبقى هنا هنكتب بي. آخر واحدة يا ولاد بتقول لي all the best مع أطيب الأمنيات، all the best هنحط رقم هنا. يبقى كده السؤال التاني خلص كمان يا ولاد. يلا نشوف السؤال التالت. السؤال التالت يا ولاد بيقول read and choose the correct answer from A, B, C or D. My favorite from Egypt is the dugong. طبعا animal ده حيوان. The dugongs يبقى يا ولاد nickname is sea cow، يعني الاسم اللي الدلع بتاعه اللقب بنقول عليه ايه؟ sea cow. طيب the dugong spends many hours eating grass from seabed، من قاع البحر، اسمها seabed. طيب begin your email with dear، طبعا dear دي يعني عزيزي، هنا في dear يعني غزالة مش هتنفع. end your email with write soon، اكتب لي قريبا، write soon. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا سنة خمسة بيقول لي reorder the words to make correct sentences، ترتب الكلمات عشان تكون جمل صحيحة. طبعا هنبدأ بواتس، احنا حافظينها يا ولاد، واتس يور فيفوريت نيم او واتس يور فيفوريت انيمال. طب هنا عندي unusual، احطها فين يا ميس unusual؟ هحطها قبل فيفوريت. واتس يور unusual فيفوريت انيمال، ونحط علامة الاستفهام. طيب اللي بعده I hope to hear from you soon، حفظناها، بنكتبها في نهاية الإيميل. I hope to hear from you soon، وآخر جملة فول ستوب. طيب thanks for your email، شكرا على الإيميل بتاعك. thanks for your email، حط فول ستوب. اللي بعده كمان يا ولاد begin your email with dear، ابدأ الإيميل بتاعك begin، طبعا البي كابيتال، your email with دير، وحطها له في الأقواس زي ما هو كاتبها لي بالظبط، وحط فول ستوب. طيب نشوف السؤال اللي بعده يا ولاد. السؤال اللي بعده يا سنة خمسة بيقول لي write an email of 40 words for to your friend مازن telling him about your favorite zoo animal. Your name is حمزة. طيب تعالوا يا ولاد يا حبايبي نشوف احنا هنحل الايميل ده ازاي. اول شيء هو هيديني معلومات في الايميل زي ايه بالظبط؟ زي اسمي واسم صديقي. هنا بيقول your friend name يعني اسم صديقك، يبقى دي اول حاجة هو الدهاني. طيب بيقول your name يعني اسمك، يبقى هو بيديني اسمي واسم صديقي. طيب بيقول لي كمان tell him about، بعد about دي الموضوع اللي انا هحكي عنه، يبقى هو بيديني اسمي واسم صديقي والموضوع يا ولاد اللي انا هتكلم عنه. اول حاجة بيقول لي write about your favorite animal، what is the animal look like، where it lives and what it eats. ask your friend about his opinion، اسأل صديقك عن رأيه.
طبعا احنا زي ما قلنا ده بالظبط كاني بكتب باراجراف، ما فيهوش اي مشكله، بس انا هملأ الثلاث فراغات دول وهكتب مقدمه وهكتب خاتمه. يعني الايميل اسهل بكتير من الباراجراف ليه يا مس؟ علشان بيكون عندي مجموعه حاجات خلاص هو مديهاني كانه بيساعدني، انا حافظاهم وهو مديني شويه حاجات. طيب فروم من مين بقى؟ اسمي انا، فروم حمزه. طيب تو لمين؟ لصديقي اللي هو اسمه ايه؟ مازن. طيب سبجكت الموضوع يا ولاد، بيقول لي حيوانك بتاع حديقة الحيوان المفضل، الحيوان اللي انت بتحبه اكتر واحد في حديقة الحيوان، فانا بدل يور هخليها ماي، ماي فيفوريت زو انيمال، حيواني المفضل في حديقة الحيوان. طيب قلنا هنبدأ الإيميل بتاعنا بكلمة دير عزيزي، دير مين يا ولاد؟ أنا بكتب مين؟ تومازن، يبقى عزيزي مازن، صديق عزيزي مازن. إيه بعد كده؟ هقول له هاو ار يو، إزيك، كأني لما بكلم حد كده. Thanks for your email. شكرا على ايميلك اللي انت بعته لي. Thanks for your email. وبعدين هقول له بقى I want to tell you about. انا عايز اكلمك عن حيواني المفضل بقى، انا هختار الفيل. لازم اختار حاجة يا ولاد انا اعرف اكتب عنها حاجات كتير. The elephant، الفيل. اهو هكلمك النهاردة عن الفيل. It's my favorite zoo animal. انه حيواني المفضل. It's gray، لونه رمادي. It's big، ضخم يا ولادي. It eats، بياكل ايه بقى؟ It eats، دي it يا ولاد مش it's، يعني it، ثواني نصلحها. It الاي كابيتال، eats بياكل grass، بياكل عشب. What's your opinion؟ انت بقى ايه رأيك؟ What's your opinion؟ ده سؤال احط علامة استفهام. وبعدين هقول له كده في النص يسون، وهمضي اسمي، هكتب اسمي بقى مين؟ حمزة. المفروض هنا يا ولاد هكتب اسمي تحتها حمزة. وخلص الايميل بتاعي، سهل جدا جدا، محدش يتخض من كلمة ايميل، هو هو الباراجراف بس. احنا هنحفظ اللي هو How are you? Thanks for your email. I want to tell you about. هنحفظ دول وهنحفظ كمان سيوسون بس، والباقي ده اللي في النص كأني بكتب باراجراف بالظبط. طيب punctuate the following. السؤال اللي بعده يا ولاد بيقول لي اعمل علامات ترقيم للآتي. مازن هو عاملها لي كابيتال، اكتبها مازن sent an email to حنين. اهي يا ولاد، وده طبعا جملة عادية جدا هحط في الاستوب. طيب اللي بعديها بيقول لي واتس، ادي واتس الدبليو كابيتال، وهنا انا عملت الاتش في حنين وعملت النقطة. واتس يور فيفوريت انيمال، واحط يا اولاد علامة استفهام لان ده سؤال، يبقى انا عملت الدبليو وعلامة الاستفهام. ودي كانت صفحة 121. وتعالوا بس مع بعض تاني، انا عايزة اقول لكم على حاجة مهمة. ايه هي يا مس؟ المقدمة، عشان انا بس شايفة اولاد كتير خايفين من الايميل، عايزاكوا تحفظوا المقدمة والنهاية. انا بكتب يا اولاد في الايميل دير، واسم اللي انا ببعت له اسم صديقي، بجيبه منين؟ اسم صديقي من الايميل نفسه زي ما احنا شايفين هنا دير، واكتب اسم صديقي. طيب المقدمة يا اولاد هتقول ايه؟ هاي، واقول اسمه او دير واسمه، دي او دي، واحدة منهم. وبعدين هقول له ايه بقى؟ هاو ار يو، هاو ار يو اند يور فاميلي مثلا. ثانكس فور يور ايميل،
شكرا على ايميلك اللي انت بعته لي. وبعدين هقول له I want to tell you about، دول تكتبوهم عندكم يا اولاد وتحفظوهم، واقول بقى الموضوع اللي انا هكلمه فيه، اشوف انا هكلمه في ايه واكتبه هنا. I want to tell you about، واقول انا هكلمه عن ايه. وبعدين هقول له يا حبايبي، اخر حاجة طبعا هكتب سطرين في الموضوع نفسه، وبعدين هقول له see you soon، اراك قريبا، واروح ماضي اسمي هنا، اسمي بس. يبقى انا هحفظ دول يا ولادي. ممكن كمان اقول له all the best، اي حاجة تؤدي غرض الخاتمة، يبقى دي مقدمة ودي خاتمة وده الموضوع نفسه. ده الايميل يا ولاد عشان محدش بس يبقى خايف منه. طيب هشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.